مرحبا، أنا عرين تكروري من عيادة تكروري للتغذية، خريجة بكالوريوس تغذية إنسان وحميات من الجامعة الأردنية، وخريجة ماجستير تغذية مجتمع من جامعة كوفنتري البريطانية. بنقدم عنا بالعيادة عدة خدمات مثل برامج السيطرة على السمنة المفرطة وتنزيل الوزن، برامج للرفع من الوزن، برامج تغذية علاجية للسيطرة على الأمراض مثل السكري، ضغط، تكيس المبايض ومقاومة الإنسولين، وأهم شيء بنقدم برامج تغذية الرياضيين للتنزيل من الكتلة الدهنية والرفع من الكتلة العضلية الذي يسمى بشريدنج أند بولكينج. واللي بيميز عيادتنا في عالم التغذية إنه إحنا بنركز على الجانب التغذوي والجانب النفسي للمشتركين، بحيث بنقدم المساعدة والمشورة للمشتركين والأفراد اللي بيلجأوا للطعام كنوع من أنواع الراحة النفسية والسيطرة على التوتر.